الله معك. أحكيت مع أهل أديتيا كمان؟ بيان استنى ابني، أنا رح جيب لك علبة الغداء. لا ماما، بدي أكل برا. بيان لوين رايح وليش مستعجل هيك؟ بس قلي لوين رايح بكير؟ شارو خلي الرجال يروح على المكتب ويشوف شغله. اختي ما في داعي يروح بيان على المكتب. بيان ما حكيت لهم لأهلك انهم قلعوك من شغلك اليوم؟ عادي. تعالي يا ابني خلينا نقعد ونناقش موضوع العرس بغرفتي. طيب ماشي عمي. عن اذنكم. بيان ما بيصير تعمل هيك لأنه المفروض تشارك عيلتك بمشاكلك وحزنك، لازم تقلن مشان يواسوك. أنا آسفة بيان، كان لازم تنبهني إنه ما بيصير إني أحكي لهم عن شغلك ومشاكلك الشخصية. يا ريت نبهتني. بيان خليك صريح يا ابني، مزبوط هالحكي ما هيك؟ ماما شارو معها حق، أنا ما عندي شغل هلا، بس لا تاكلي هم، أنا رح لاقي شغل تاني. طيب خبرنا شو صار وكيف بيقلعوك من الشغل، في سبب مقنع ولا القصة تبلي؟ كل القصة بسبب قضية المهر يا عمي.